السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مختبري. النهاردة هنتكلم عن تحليل النقرس وهنتكلم عن مرض النقرس بشكل عام. هنتكلم يعني ايه نقرس وازاي بيزيد في الدم وازاي بيسبب آلام المفاصل. هنتكلم كمان ايه الأكلات وايه الأدوية والحاجات اللي بتسبب ارتفاع نسبة النقرس في الدم. هنتكلم كمان عن ازاي نقرأ نتيجة التحليل بتاع النقرس وشروط الواجب توفرها قبل اجراء التحليل. هنتكلم عن كل شيء يخص مرض النقرس، تابعوا الفيديو وان شاء الله تستفادوا منه. في البداية لو انتوا جداد في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد، وتابعوا الفيديوهات السابقة ان شاء الله هتجدوا فيها فيديوهات تفيدكم وتستفادوا منها. يلا بينا نشوف يعني ايه نقرس. يعني ايه نقرس؟ النقرس هو احد الامراض بيسببه نوع معين من الاملاح اللي موجودة في الدم. الاملاح دي لما بتزيد عن مستوى معين بتبدأ الكلى في التخلص منها. في بعض الحالات المرضية او بعض مع بعض العادات اليومية والغذائية غير السليمة بتزيد نسبة الاملاح دي في الدم، وبالتالي الكلى ما بتقدرش تخرجها، فبالتالي بتفضل موجودة مرتفعة في الدم، والصغر حجمها بتخرج من الأوعية الدموية وبتتركز في المفاصل. زي ما هنشوف في آخر الفيديو شكل الأملاح دي بيكون ليها بروز حادة جدا، وهي شبه الكريستالات، أو هي فعلا كريستالات ولكنها صغيرة جدا في الحجم. الكريستالات دي والحروف بتاعتها هي بتفضل في المفاصل وبتسبب الآلام الحادة والإحمرار والالتهابات اللي بتبقى ظاهرة في مفاصل الجسم، وبتظهر أكتر في مفصل اصبع الابهام في القدم او مفاصل اخرى زي مثلا مفاصل اليد ومفصل الحوض. ومعظم المفاصل في جسم الانسان بتركز فيها نسبة الاملاح، فبالتالي بتسبب الالتهاب، بتسبب الام حادة في المفاصل، بتسبب كمان احمرار وتورم. الالام دي ممكن تظهر في شكل نوبات، يعني بتظهر فجأة وبتختفي وترجع تظهر تاني. النقرس علاجه بيتم اخذ علاج معين. العلاج ده بيسبب تكسير الاملاح اللي موجودة في الدم عشان تقل، وبالتالي ترجع تاني من المفاصل عشان تدخل الاوعية الدموية وتقدر تخرج من الكلى. فنصيحتي ليكم لأي حد مريض نقرس ان هو يشرب كمية كبيرة من المية، لانه العلاج بس بيسبب تكسير الاملاح دي، لكن خروجها من الجسم بيحتاج كمية كبيرة من المية علشان تقدر تخرج من الكلى وما تسببش اي مشاكل في الكلى او تتجمع في شكل حصوات لا قدر الله. النقرس منتشر جدا في الرجال اكتر من النساء، ولكن في فترة ما بعد انقطاع فترة الطمس او ما بعد انقطاع الطمس بتبدأ احتمالية حدوث مرض النقرس للسيدات يرتفع، ولكن في مرحلة الشباب بيكون الرجال اكثر عرضة من النقرس. بيزيد املاح النقرس في الدم في بعض الحالات المرضية زي ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. كمان بيزيد في حالة تناول بعض الادوية زي الاسبرين او الادوية اللي بتحتوي على مادة السيازيد، والمادة دي ممكن تسبب ارتفاع املاح النقرس في الدم وعدم خروجه من الكلى. كمان في بعض الحالات الوراثية، لو في يعني في العيلة الإصابة بمرض النقرس منتشر، فبيكون احتمالية حدوثه للأجيال القادمة بيكون أعلى. أكل المواد الغذائية اللي بتحتوي على نسبة عالية من النقرس زي اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية كمان بيزود نسبة النقرس في الدم. نتكلم دلوقتي عن تحليل النقرس. تحليل النقرس بيتم تحليل في الدم. يفضل الصيام لفترة من 6 لـ 8 ساعات مع السماح بشرب الماء، وهو يفضل وليس شرط علشان تكون النتيجة اكثر دقة. يعني التحليل هو تحليل دم وريدي عادي، بيتم سحب عينة الدم من الوريد وبنستلم الريبورت او التقرير بالشكل اللي قدامنا، مكتوب هنا سيرام يوريك اسيد او املاح النقرس في الدم. نسبة او النتيجة هنا 4.2، دي وحدة القياس. هنا مكتوب 4 ميل يعني للرجال من 3 لـ 7، يا رب تكون كده اوضح. وفي الفيميل او في النساء من 2.4 لـ 5.7. النسبة هنا تعتبر طبيعية لو الحالة رجل او سيدة، فالنسبة هنا 4، وفي الحالتين 4 يدخل ضمن النسب الطبيعية الموجودة عندنا. ده كده كل شيء عن النقرس. ودلوقتي هنشوف بعض الصور لاملاح النقرس تحت الميكروسكوب، وهنشوف كمان بعض الصور اللي بتوضح اماكن الالام اللي بتظهر نتيجة لمرض النقرس.
في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير مع اي حد ممكن يستفاد منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.